علامة من علامات يوم القيامة تظهر في مكة، والجميع في حالة من الخوف والقلق. الجميع ينتظر المصير الذي سيواجهه العالم خلال الأيام المقبلة، لكن هل اقترب قيام الساعة؟ هل العلامة التي ظهرت أخبر عنها النبي بالفعل؟ سيطرت حالة كبيرة من الرعب على الناس في جميع أنحاء العالم بعد اكتساء الجبال المحيطة بالحرم المكي باللون الأخضر، حيث ربط عدد كبير من الناس بين ما حدث في مكة وبين اقتراب يوم القيامة. قال الناس إن هذه إحدى علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. المروج هي الجنات والبساتين الخضراء، وهو ما حدث في مكة بعد تحول الجبال المحيطة بالحرم إلى اللون الأخضر. وبعد أن كانت المنطقة بالكامل صحراء جرداء، تحولت هذه الصحراء إلى جنة خضراء، تحولت إلى مشاهد تسر الناظرين، حيث ظهرت الجبال المحيطة بالحرم المكي وكأنها لوحات جمالية. عندما ترى المشهد للوهلة الأولى لن تصدق أنك تشاهد جبال مكة، بسبب انطلاق مساحات كبيرة من النباتات الخضراء بشكل غير معتاد ظهوره في السعودية. وبعد إصابة الجميع بحالة من الخوف والقلق بسبب اكتساء الجبال باللون الأخضر، تبين أن هذا المشهد حدث بسبب هطول الأمطار، حيث نزلت الأمطار بكميات كبيرة على بعض مناطق مكة، وهو ما تسبب في نمو النباتات والأعشاب بهذا الشكل، وذلك بسبب وجود مخزون قديم من البذور بين الصخور في الجبال. وتجد هذه البذور الفرصة للنمو سابقا، لكن أصبحت الفرصة مهيئة بعد هطول الأمطار. وبعد ظهور هذه المشاهد على جبال مكة، أقبل الناس على توثيق هذه المشاهد والتي وصفوها بأنها مشاهد تسر الناظرين. وبعد البحث عن واقعة اكتساء جبال مكة باللون الأخضر، اتضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الجبال بهذا الشكل، ففي كل عام عند نزول الأمطار بكثرة تنمو النباتات بهذا الشكل على الجبال، وفي كل عام يثير هذا الأمر حالة كبيرة من الخوف والقلق بسبب تحول الصحراء إلى جنة خضراء، وفي كل مرة يربط الناس بين هذا المشهد وبين علامات يوم القيامة. وبعد انتهاء الفترة التي تنزل فيها الأمطار بكثرة، تعود الجبال مرة أخرى كما كانت، وتعود المنطقة مرة أخرى صحراء جرداء. أخبرنا كيف تصف هذه المشاهد والتي ظهرت في مكة بعد هطول الأمطار. هل عندما رأيتها للوهلة الأولى صدقت أنها في مكة؟